لماذا أصبحت الجامعات فجأة تخرج طلابا فيما يسمى مقاصد الشريعة؟ كيف يعقل شق طريق يرغم الناس جميعا على السير فيه ثم يبحث أصحابه بعد ذلك عن مقاصد لشق هذا الطريق؟ كيف يمكن لمؤسسات ضخمة أن تضع شريعة ثم تبحث بعد ذلك عن مقاصد من وضعها؟ وهل غاب عن أصحاب هذه المؤسسات التي تملك مئات الملايين هذا المنطق البسيط، أم أنه ليس أكثر من مواصلة للضحك على الذقون؟ ثم هل أن مقاصد الشريعة مجرد محاولة للالتفاف على حقوق الإنسان ولكن بطريقة إسلامية؟ أهلا بكم أصدقائي وحلقة جديدة من أوهام الدين. في هذه المرة سأتناول موضوع قلما جرى التطرق له والاهتمام به رغم أهميته الكبيرة، ورغم أنه معظم دولنا العربية تقوم فعلا على تطبيق هذه المقاصد عمليا وعلى جميع الأصعدة. كونوا معي أصدقائي، وهذه الحلقة التي اعتبرها حلقة مهمة جدا وتفتح بابا للتفكير في قضية لها أبعاد واسعة إلى حد أراه كبيرا. السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. حين يخرج أحدنا من البيت بالضرورة لديه قصد محدد، يعني أن يؤدي عملا أو يذهب ليجلب حاجة إلى بيته أو يوصل حاجة. أما حين نخضع لحكم ديني أو لقرار سياسي، فما هو القصد من ذلك؟ ولماذا علينا أن نقبل بحكم هذا الحكم ولا نقبل بحكم آخر إن أتيحت لنا الفرصة؟ والأهم، ما هي هذه القضايا الأساسية جدا في حياتنا التي دائما نعتبر أن لديها قصدا أو غاية أو هدفا ترمي إليه؟ سأقدم لكم الآن نبذة عن مشاريع القصد ومؤتمراته وأصحابه وتاريخه وفكرة مقاصد الشريعة، فكونوا معي. هناك خمس مقاصد للحفاظ عليه. أول حاجة للدين، مقصد الدين، مقصد الحفاظ على العقل، الحفاظ على العقل. ولذلك خلينا يعني مقصد الحفاظ على العقل، من هنا حرم المسكرات عشان لأنك أنت مسؤول عن ولا تستطيع أن تتصرف في عقلك أو تذهب عقلك بالمخدرات أو بالمسكرات. لا، عندنا برضو الحفاظ على النفس، من هنا حرم القتل، حرم الانتحار. أنت مش حر في نفسك علشان تتصرف فيها كما تشاء، لك حدود في التصرف. ثم بعد ذلك العرض، ومن هنا حرم الزنا وحرم الاعتداء وشجع على زواج، وشجع على زواج، فتح الباب كما قلت لحضرتك يعني على مصراعيه للزواج، رخص المهر حتى جعله كفا من سويق أو خاتم من حديد، بل جعله صورة من القرآن. الإسلام عمل كده مش بيزري بالبيوت، لا، عارف أن دي غريزة وضاغطة على الإنسان ولا بد من تلبيتها، وبالتالي لا بد من تسهيل هذه التلبية إلى درجة تشبه درجة الصفر. حفاظ على المال مقصد من مقاصد الشرائع، مقاصد الأديان، ومن هنا حرم الربا، ومن هنا حرم مثلا السرقة، ومن هنا حرم أمورا كثيرة. والآن أصدقائي، كما رأيت مقاصد الشريعة وهو ابتكار جديد نسبيا على تاريخ الفقه والعقيدة الإسلامية، أولا ترسيخ حقيقة الشريعة الموروثة باعتبارها يعني أمر مفروغ منه، وأن كل ما في الأمر هو توضيح مقاصدها. وطبعا توضيح مقاصد هذه الشريعة هو فعل قمعي وتلقيني، يعني لا ممكن كيف لنا أن نوضح مقاصد الشريعة، يجب أن نفرضها على الآخرين، وهذا فعل قمعي بالضرورة. الأمر الثاني هو التنصل، وهذا الشيء السري الذي لا يعلن عنه، هو التنصل من مبادئ إعلان حقوق الإنسان والاستعاضة عنها بالمقاصد. لاحظوا المسألة الخطيرة، وراح أضرب أمثلة على حقيقة الموضوع عندما أفصل بهذه النقاط الثلاثة. الهدف الثاني قلت هو التنصل من مبادئ حقوق الإنسان، والهدف الثالث هو التصوير بأن هنالك مقاصد تهدف لخدمة الإنسان، وفي الحقيقة هذه فرية أو كذبة لا وجود لها في الحقيقة، إنما الإنسان هو الذي يخدم الأديان ورجال الأديان كما نعرف جميعا.
أما عن توضيح المقاصد حسب الفقرات الثلاثة التي ذكرتها، أولا راح أتناول موضوع ترسيخ حقيقة الشريعة الموروثة. فخلنا نتحدث مثلا عن مقصد هو من مقاصد اللي هو مقصد الصلاة. فما هو مقصد الصلاة؟ الصلاة لله وطاعة لله. ما الذي تغير؟ لماذا وضعت المقاصد إذن؟ هل هي المقاصد هي بديلة عن حقوق الإنسان؟ ما علاقة هذه بحقوق الإنسان مثلا؟ بعد ذلك يقول بأنه مسائل عبادية بأكملها، هذه هي مقاصد الشريعة، أن يعبد الإنسان إلهه. فبالتالي أصبحت القضية بأكملها لا علاقة لها بالإنسان. مقاصد الشريعة ليست هي مقاصد الإنسان، أي الإنسان يحتاج يأكل ويشرب ويتقدم له خدمات، ينال حقوقه وينال كل ما هو يستحقه، يشعر بالمساواة مع الآخرين على مستوى الديني، على مستوى المعرفي، على مستوى على جميع المستويات المالي. بالتالي هل هذه الشريعة وجدت لأجل هذا الإنسان؟ كما يبدو من كلام الشيخ عدنان واضح 100%، وكل احنا نعرفه، انه الناس تقدم مقاصد الشريعة انه يؤدي الانسان، انسان عبد. قالها مباشرة الشيخ عدنان، قالها مباشرة، والرجل معروف بصدقه ووضوحه، وهي يعني آية قرآنية. وعدنان شيء يقول يعني هو مجرد ترداد للأقوال الجاهزة الموجودة القديمة نفسها، واللي احنا كل احنا نعرفها. بالتالي الامر الثاني قلنا الهدف هو توضيح قضية خطيرة، مثلا ليش الصلاة 5 مو 7 يوميا مثلا، هذا قضية كبيرة جدا. يعني ما يعني هو هذا قال، يعني لماذا 5 وليس 7، ولماذا هذه الصلاة أصلا موجودة، وبعد ذلك بالأخير يقول هاي لحكمة يعرفها الله تعالى. ما الداعي لوجود هذه المقاصد كلها؟ مجرد الضحك على الناس على الذقون، ومجرد إشغالهم بقضايا ليست في صلب اهتماماتهم ولا حاجاتهم ولا طموحاتهم، ولن تؤسس لهم معرفة حقيقية أو خبرة حقيقية يستعينون بها على الحياة ويصنعون من خلالها مستقبلهم ومستقبل بلدانهم أيضا. ثم هذه الشريعة التي يتحدثون عن مقاصدها، ما الحاجة لهذه الشريعة أصلا؟ ما حاجتنا لهذه الشريعة الدينية أصلا؟ ما هي هذه الشريعة؟ من قدم نقدا علميا محكما عنها؟ مثلا الشريعة قدمت خدمات كثيرة، خاصة أصول علم الفقه، هذا علم عظيم وكبير وإلى صيته وإلى سمعته الكبيرة، ويجب الاعتراف بهذا، لكن في زمنها يعني قبل 1000 سنة وليس الآن. بالعكس الآن هو من أكبر الرزايا والمشاكل هي اللي يقدمها أن هذا الفقه أو علم أصول الفقه. أيضا هل تستجيب هذه الشريعة لحاجة الناس المؤمنين بها على الأقل كما قلت، أم أنها تفرض عليهم ما لا طاقة لهم به؟ ثم ما هي إنجازات ومنجزات هذه الشريعة مقارنة بما أنجزه مثلا القانون الروماني، واللي هو أيضا أصول الفقه وأصلا مشتق من أتى، يعني مأخوذ جزء كبير ما عنده مأخوذ من القانون الروماني. هذا القانون الروماني اللي قبل 2000 سنة وفر حقوق هائلة في زمنه، كذلك القوانين الوضعية الآن التي يشنعون ويشوهون فيها، هذه القوانين الوضعية التي الناس الآن تعبر البحار من أجل أن تنال الشيء من رحمتها والحقوق اللي تمنحها للناس. طبعا هذا الكلام ما راح يقتنع به المتدين راح يتنصل منه ويضعه جانب لأنه ما يعجبه، راح يكسر هذا اللوثة العقلية التي وضع نفسه فيها، ولا يود أن يخرج من هذا السحر الذي يصنعه يوميا له رجل الدين ويغذيه بهذا السحر وهذا الأفيون اليومي المتواصل. قبل كل شيء سأحاول تقديم نبذة عن مقاصد الشريعة. ما هي مقاصد الشريعة؟ يمثل مجال أصول الفقه العمود الفقري لأي إنتاج فقهي والأداة المعيارية لأي استنباط شرعي. ومنذ أصوله الأولى في الرسالة للشافعي بالقرن 9 الميلادي، طبعا هو الكتاب الأساسي لهذا الأصول الفقه حتى الآن، كما وأيضا هذا اللي تحدث عنه نصر حامد أبو زيد في كتابه الخاص عن الشافعي. أصول الفقه هي
نستطيع أن نصفها بأنها هي العدة المفهومية للعمل والتنقيب والاستنباط، والاختلاف في موضوعاتها طبعا كثير. هي أشبه بمادة أدوات التي يستعملها مثلا أي شخص لديه حرفة أو مهنة محددة. هذا الشخص مثلا عندما يأتينا مثلا شخص مصلح الأجهزة الإلكترونية فرضا، فهو لابد أن عنده عدة مفهومية، عدة خاصة في عمله. فالفقيه يأتي عندما يتعامل مع الحوادث والأشياء والمواقف يتعامل معها على هذا الأساس، لكن عدته في هذا المجال ليس عدة مادية إنما عدة مفهومية يستمدها من الكتاب والسنة. هذا الاستنباط أو هذا الاستعمال لهذه الأدوات المفهومية شق منها عشرات المفاهيم والمصطلحات وآلاف الكتب كتبت فيها، وحدثت خلافات كثيرة، لكن من حيث العموم بقيت أصول الفقه متماسكة. يعتبر البعض طبعا أن التشظي هذا أن هذا التماسك لم يبقى مستمرا كما هو. هذا التشظي بدأ كما يعتقد البعض في القرن الرابع عشر الميلادي أو في القرن الثالث عشر الهجري، ظهرت بعد ذلك آثاره بالقرن الثالث عشر الهجري، وبدأت مع أبي إسحاق الشاطبي. الرجل في حدث أنه في تونس طبع كتابا الذي طرح فيها نظرية المقاصد، وتلقفت هذا الكتاب مدرستين إصلاحيتين، الأولى دينية والثانية ليبرالية جذرية تحاول أن تغير كل شيء. الأولى هي المدرسة الإصلاحية الدينية اللي مثلها الشيخ محمد عبده ومحمد رشيد رضا، وهذه اللي تتبنى كانت مبادئ القرون الوسطى التي عند الغزالي وتلامذته. هذا حدث فيها التركيز على مفهوم المصلحة بالحقل العام. طبعا بعد ذلك هاي المصلحه راح يتحدث عنها حسن علي حنفي ويركز عليها طبعا، وانا عندي اعتراض عليها لانه مفهوم المصلحه محاوله للالتفاف على مفهوم الحقوق، وراح اوضحها بعد شويه. المهم او جزء اوضحها بجزء ثاني اللي يخص ما تناول حسن حنفي المفكر حسن حنفي لهذا الموضوع. المدرسة الثانية هي تشمل عشماوي وفضل الرحمن ومحمد شحرور، وهاي ترفض الفكر الوسيط جملة وتفصيلة وتحاول إعادة قراءة أصول الفقه مع من خلال واقع الحداثة. بالقرن العشرين اشتعلت فكرة المقاصد واعتبروها حل وحيد يحاولون بأن ينابزون الخطاب التنويري المعاصر الذي يعني الخطاب الفكري الذي أعلى من شأن الإنسان والإنسانية وحقوق الإنسان، وهو أمر جديد على البشرية بأكملها وليس على الفقه، وهو جزء من أزمة الكبرى للشريعة والفقه الإسلامي. فاعتبروا هاي النظرية نوع من يعني طوق إنقاذ للشريعة الإسلامية ومحاولة وطوق إنقاذ للفقه الإسلامي أيضا. ومن هنا بدأنا نرى طوال القرن العشرين تيارات إسلام السياسي تبدي تهتم بهذا العلم، وخاصة بممثليه الكبار اللي صاروا واللي بدءا من الشاطبي والقرافي والجويني ومن المتأخرين ابن عاشور. هؤلاء اعتبروا نظرية المقاصد هي مدخل لبراغماتية الفقهية، والهدف هو تسهيل العمل السياسي وإعادة تبويب الفقه وخلع بابه والدخول معه إلى طموحات الخلافة وإعادة بعد ذلك رسم الأحكام. استعملت طبعا بالنتيجة استعملت المقاصد لغير ما أراد الشاطبي نفسه، وهذا أمر طبيعي في قضايا من هذا النوع، لا تثريب عليه ولا تشريب. وبنيت الوصول لأغراض سياسية محددة تتجاوز البحث المنهجي في نظرية المقاصد. ظهر مؤخرا في الفترات الأخيرة الباحث وائل حلاق، وهو بروفيسور يعول عليه كثير من الإسلاميين. هذا قدم مساهمته عبر كتابه تاريخ النظريات الفقهية في الإسلام، وحلل في الفصل الخامس مقاصد الشاطبي، واعتبر أنه لم يبدأ بمقدمات قطعية على طريقة أهل الأصول، إنما راح يستخدم آلية الاستقراء للوصول بعد جمع حصيلة من البراهين إلى قطعيات معينة ومحددة ولا نقاش فيها، مثل الصلاة والصوم وسواهما،
ومثل ما يعرج على مضامين الموافقات بفصولها الأربعة. السؤال: لماذا مثلت الموافقات للشاطبي عملا مختلفا في تاريخ الفقه الإسلامي؟ وهذا السؤال لم أطرحه أنا، إنما كاتب النص هذا يعني أخذته من كاتب سأذكر اسمه بعد قليل. يقول حلاق بأن نظرية الشاطبي تتميز بكونها استجابة للتحديات التي تفضي إليها تلك المشكلات. يمكن القول أن الشاطبي يرى أن هدف الشريعة الوجودي يكمن في حفظ فئات فقهية ثلاث وتعزيزها، علما بأنه يطلق عليها تسمية الضروريات والحاجيات والتحسينيات، ويرمي كل منها إلى تأكيد أن مصالح المسلمين محفوظة على أكمل وجه في هذا العالم، لأن الله تعالى كما يسر الشاطبي يشرع على وفق مصالح عباده، فالشريعة وضعت لمصلحة العباد. وهذا يذكرها في صفحة 219 إلى 220. والشخص اللي استمديت من هذا الملخص اللي قدمته من مقالة مقاصد الشريعة والإسلام السياسي لكاتب السعودي فهد الشقيران. والآن خلونا نتحدث شوية بشكل أوضح وأكثر صراحة، ما هو الهدف من المقاصد فيما يتعلق في الأخلاق؟ هل هي دائما كما يدعي رجال الدين والمطبلين لهم أو الذين يصفقون خلفهم بدون وعي ولا علم ولا إدراك، هل هي الهدف منها المحافظة على الأخلاق؟ هل هو هذا مقصد المقاصد الأساسية؟ لا بأس، هذا مقصد جميل وعظيم ويستحق الاحترام، لكن كيف؟ هل هو بختان البنات مثلا، زواج القاصرات اللي عمرها 9 سنوات؟ هل استطاعوا تجاوز هاي المشكلة الكبيرة التي نص عليها الدين وأن هنالك سنة نبوية هي من أصول الفقه تعتبر؟ فأنت كيف أركان، يعني ركن أركان، كيف تتجاوز مسألة حد سن الزواج، زواج القاصرات 9 سنوات؟ هذا 1000 سنة ما قدروا ما جاي يقدرون يخرجون من هذه المشكلة الخطيرة. هاي كلها تطبيقات مقاصد الشريعة، هي هاي الشريعة ومقاصدها. فأنت عندك مشاكل كثيرة وهائلة بالشريعة، تأتي الآن وتريد أن تطبق هذه المقاصد وتقول أنه كل هدفك أن تقول بأن زواج القاصرات أو طفل عمره 9 سنوات هو هذا، هناك غايات وعلل خلفه. ثم بعد ذلك نأتي إلى موضوع العدل، وما الفرق بين العدل والعدالة؟ هل من العدالة سبي الناس وقتلهم مثلا؟ هل هذا أمر عادل؟ هل العبودية وعدم مساواة المرأة بالرجل، عدم مساواة الرجل بالرجل أيضا، والتفريق بين الشعوب والبلدان وحسب الانتماء والعقيدة والولاء والبراء وما إلى ذلك، كيف يمكن أن نعيش فيها؟ لا بأس، هذا كان في ذلك الزمن لها ظروفها والأحكامها ولا وضعها، لكن الآن لا يستطيع أي شعب بالعالم أو أي مجموعة بشرية أن تعيش وسط هذا العالم بدون أن تتخلى عن مفهوم الولاء والبراء. بالعكس، الآن الولاء ثم الولاء أو ثم التعاون وليس البراء. لا تستطيع أن تتبرأ من أحد الآن، أنت الآن، لأن الآن التواصل معكم يشاهدني أي شخص في العالم، في الكون كله، في الكرة الأرضية كلها يشوفوني بلحظة، بنفس اللحظة، فكيف ممكن لي أن نتبرأ من الآخرين؟ هل هذه الطريقة للتعاون مع الآخرين والعمل معهم سوية؟ الآن ماكو دولة، ماكو شعب، ولا أكو ملة بالعالم تستطيع الاستغناء عن الملة الأخرى. هاي أمريكا تمتلك كل شيء الآن، فكيف نضع حدا اسمه الولاء والبراء؟ لا، على عين رأسي أنت الحجة البديهية الرئيسية ما تقول هذا مبدأ أساسي في الدين، لكن هاي مشكلة لابد تعالجها. فإذن ما سوي شيء. الفكرة أنه هذه عندك مشاكل، يعني لابد أن نعترف بهذه المشكلة. أنا لست أنتقد هذه الأشياء التي جاء بها الفقه وجاءت بها الشريعة والدين كله، لكن أنا الآن أقول لك هذه مشاكلك، عالجها بدل من أن تهرب من أنتها للأمام وتتحدث عن المقاصد، وأن هذه أنك تحرف النظر عن الموضوع الأساسي وتذهب تقول أن هذه الأشياء رغم ما تبدو عليها من سيئات أن لا هي لها مقاصد والحقيقة فيها حكمة. هذه الحجج، زين ما هي؟ هل هنالك جواري وعبيد وهل يقتل تارك الصلاة؟ هل تستطيعون كل الفقه من شرقا وغربا شيعة وسنة أقروا قتل تارك الصلاة ثم يستتاب على طريقة الشعراوي؟ يعني لا يستتاب ثم يقتل فرحان يعني، ولا بقية صفقون وراء كما قلت. المهم لماذا الجزية مثلا؟
ضريبة هي لماذا إهانة من الذي يقدم الجزية؟ لا بأس فسروها بأي تفسير، قول إنه هذه ضريبة أي شيء، إنه واجب إنه يدفعون للدولة للحكومة للسلطة، لكن ليش تهينه؟ ليش تخليه واقف بعيد وتحقره؟ وليش لازم يمشي بالطرف الثاني من الشارع إذا مر أمام مسلم؟ هل هذه العدالة على الأرض؟ لماذا تميز بين الناس؟ لماذا تتدخل الشريعة في القضايا الشخصية؟ أين هي حقوق الإنسان وحرياته الشخصية الأساسية؟ كيف ممكن دافع عن الشريعة وال كل الحقوق الشخصية شبه مفتقدة، بل أن يرجم ويقتل الناس ويذبح وتقطع الأيادي، هذه كلها مشاكل في الشريعة. حتى الآن أنت بدل ما تعالج مشاكل الشريعة أنت طرحت للأمام وتقدم تتحدث لي عن مقاصد، يعني هاي قفز على الموضوع أصلا. الآن مثلا الآن أنا أتحدث معكم، لماذا يعترض علي الكثيرون؟ لماذا؟ هل هذا من مقصد المقاصد الشريعة؟ واضح هي الشريعة هدفها العبودية، وواضح هي المقصد الأساسي العبودية، وهذا المقصد الأساسي من الشريعة هي عبودية الإنسان لله، وبالتالي عبودية الإنسان لولي الأمر، وهذه العبودية أمر الآن أصبح غير مقبول. انتهى الموضوع، يعني لا, لا, لا نستطيع رفض هذه الحقائق الأساسية، لا يوجد إنسان الآن يتقبل أن يكون عبدا للسلطة الحاكمة، انتهى، لا نقاش في هذا الموضوع، أو هاي مشكلتكم، الكرة في ملعبكم الآن، عالج هذا الموضوع. تقولون هي الشريعة سامحة ومرنة، يلا خلينا نشوف. لماذا تخافون من تغيير هذا الشيء؟ يجب أن تكونوا شجعانا وتتفقون وتجتمعون وتقولون يا أخوان على أمامنا مشاكل خطيرة، إحنا جايين نورط مجتمعاتنا في قضايا خطيرة جدا، وجايين مجتمعاتنا تدفع الثمن. لو كان عندكم غيرة على الناس وحرص وإحساس بالمسؤولية لا اجتمعتم جميعا وقلتم لدينا مشاكل كثيرة، هذا الفقه الذي ورثناه الآن لا يمكن أن ينسجم مع العصر، عندنا ملاحظات على العصر، عندنا ملاحظات على العلمانية، على الإلحاد، على كل شيء، لكن إحنا لابد أن نفعل شيئا. أما أن نتهرب ونقول لا الشريعة كاملة ومكملة كما يقول الذي في هذا سلوك رد دفاعي نفسي لا يصح بأي إنسان يحترم نفسه في عالمنا المعاصر. الصحيح هو أن مساوئ الشريعة، الآن البحث عن مساوئ الشريعة وليس مقاصد الشريعة، هذا هو الطريق الصحيح الذي يوصلنا إلى إعادة النظر في تراثنا، في فقهنا، في شريعتنا، في أفكارنا، في تقاليدنا، في أعرافنا، هذه هي هو هذا الطريق الصحيح، هذا هو الطريق. تقول هاي الشريعة لا بس هاي ورثناها من الماضي ولن تنقلب الدنيا، لكن الذي ينقلب لا هو مصالحكم، لأنه هذا معناته أنتم ناس وناس ليستوا جديرين بالثقة وليستوا جديرين بأن يتبعكم الناس، ويجب أن تثبتوا ما هو عكس هذا، يجب أن تثبتوا أن تقدمون شريعة وتقدمون تقاليد وتقدمون قوانين لا بس خل تستمد من القرآن لا بس ماكو مشكلة، لكن هي خل تطلع من أتها شريعة تجيز العلم، تجيز البحث العلمي الحر، تجيز حرية التعبير، تجيز الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهاي العملية كلها كيف تتحدث؟ هل تحدث بهاي المقاصد الآن اللي أنتم تصرفوا المليارات عليها؟ هل تحدث بأن تدعون بأن المشرع هو الله؟ في الحقيقة أنتم تدعون أن المشرع هو رجال الدين ونصوص الدين، نحن الناس لا تعرف ما هو الله، ولا تعرف ما هو النبي، ولا تعرف ما هو الوحي، ولا تعرف ما هو القرآن، الناس تعرف رجال الدين، تسمع رجل الدين وتعتبره هو نبيها وهو إلهها وهو وحيها الذي الحي الذي تراه يوميا، وبالتالي لهذا الدليل الناس الآن تعبد رجال الدين. بصراحة علينا أن نعترف بها الحقيقة، أعطوني أي شخص الآن يتبع رجل دين مسه بكلمة أو انتقده بحرف. من باب الشيء بالشيء يذكر أنا تحدثت في فيديو سابق عن إصلاح الدين وعن خرافة أيضا إصلاح الدين وتجديد الدين ونهضة الدين وإحياء علوم الدين، وهي كلها مسميات الغاية منها واحدة هي الإقرار بحاكمية الدين القطعية. وما أعرف قطعية على شنو، يعني أنا هاي مسألة ما أفهمها، هو ليش يعني ليش الدين أنت تحكم على الناس؟ يعني من أين أتيت بهذا الحق؟ والله عندك حق مقدس؟ ما هو الدليل على وجود هذا الحق المقدس؟ هذا أيضا سؤال، لكن ما حتى ما نطلع الموضوع نرجع الموضوع مقاصد الشريعة، واللي هي واحدة من الأشياء والمكائد التي طالما ورط بها الناس الشعوب والجماهير المسكينة المستعبدة المستغلة. هذه المفاهيم دائما يطلعون أشياء جديدة هدفها بالعمق هو حرف الانتباه عن مناقشة أهم أمرين، هو الأمر الأول مدى أهمية الدين في حياتنا، من قال أن هذا الدين مهم في حياتنا، ما هي فوائد هذا الدين،
قدموا لي فوائد. انا عندي من اعتراضات على الدين حلقه طويله شويه عددت بها اعتراضات كثيره جدا على الدين السائد. وايضا الامر الثاني، ما هو جدوى الخضوع لهذا الدين وتنفيذ تعاليم هذا الدين؟ ما هي الفرص المتاحه للجميع مناقشه موضوع الدين وفوائده وجدواه وجدوى تعاليمه والدراسه العمليه التي توضح لنا ماذا قدم هذا الدين، ما هي فوائد هذه التعاليم، ما هي مساوئها مثل اي تعاليم الدنيا لديها مساوئ. من قدم لنا دراسه عن مساوئ مقاصد الشريعه؟ من قدم لنا دراسه عن مساوئ الشريعه بحد ذاتها وليس بما يدعى بالذين اساءوا لها او الذين اساءوا تطبيقها؟ لا، هي الشريعه نفسها. معقوله هي كامله 100% من بدايتها لا نهايتها هي صحيحه؟ هل يعقل؟ الان يتحدثون عن النفاس والحيض وقضايا موجوده في بعض احكام الرضاعه وما الى ذلك، هي مو هنا القضيه. اللي هاي تطلع اشياء دائما بكل قوانين تطلع اشياء طريفه وعجيبه وغريبه وكل فقه، لكن احنا الشريعه بحد ذاتها، هي بحد ذاتها ليش ما حد يتحدث عنها؟ واذا تحدث احد واحد يطردوه ويعزلوه ويطلقونه من زوجته مثل ما فعلوا مع نصر حامد ابو زيد. الامر الثاني اللي يرتقوا له اغفال، هو الهدف الثاني اغفال مناقشه اهم موضوع في حياتنا المعاصره. هي هذا الهدف الثاني اللي كما ترون امامكم، وهو التنصل من مبادئ اعلان حقوق الانسان والتنصل منها وعدم تطبيق هاي الحقوق وايضا عدم اتباع المناهج العلميه في جميع مجالات الحياه. وخاصة أن كل احنا نعرف الآن السبب الرئيسي لتقدم المجتمعات الآن هو نشر حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية وأيضا المناهج العلمية، هو هذا السبب التقدم الكبير في العالم الآن. وهو أيضا احنا عايشين بنعمته، كل الخدمات الآن اللي حصلها، الحياة صارت أسهل، النساء بالبيوت تنخدم بالمطبخ ما يستهلكن وقت غسل الصحون والأطباق والملابس كانت حياة والخبز وما إلى ذلك، كلها كل أشياء والخزن الطعام وما هاي التفاصيل كلها من أداها؟ قدمها لنا العلم. هاي أبسط شيء، يعني ما نتحدث عن التليفونات والتلفزيونات والطائرات والأدوية وكل شيء، هاي كلها بسبب تطبيق حقوق الإنسان وأيضا المناهج العلمية. حقوق الإنسان لها علاقة بالحرية، حرية الإنسان في القول والعمل والتفكير والبحث، وهي هاي اللي جابت لنا كل هاي المنجزات. وإلا إذا منعت الحرية على الإنسان أو قطع حرمته من أهم شيء يميز الإنسان هو حريته، حرية أن يقول ويفعل ما يشاء، لكن هذا أنت منعته من عنده، فما جدوى بعد ذلك؟ كيف ستتقدم المجتمعات؟ والآن هنا يجب أن قبل أن أصف الموضوع بتفاصيل شوي أدق لابد أن نشير إلى خرافة أخرى. طبعا هي خرافة عمرها التاريخ كله 1400 سنة تقريبا، وتدور هذه الخرافة حول الشريعة بحد ذاتها وليس الدين نفسه. هذه الخرافة ماذا تقول؟ تقول بأن هذه الشريعة هي شريعة كاملة مكملة ولا يمكن مناقشتها، وكل ما في الأمر علينا أن نطبق هذه الشريعة. هذه هي القضية الوحيدة التي على الإنسان العربي المسلم أن يبذل الغالي والنفيس من أجلها، وهذا ما حصل بالفعل. فماذا كانت النتيجة؟ لا أحد يعرف. الآن نعرف أن نحن جميعا متخلفين في قعر الأمم، في قعر سعير التخلف، لكن مع هذا لا نجد دراسات توضح أن ما فعلته الشريعة بنا. هنالك ناس اشتغلوا عليها لكن تم تحييدهم وهجرانهم وإلغائهم من الخريطة إن تطلب الأمر. فماذا حدث؟ بدلا من أن يراجعوا هذه الشريعة ويدرسوها ويقدمون لها البحوث والنقود والتحليلات الدقيقة لها، ماذا فعلوا؟ قالوا لك هنالك مقاصد للشريعة. مش طلعت لنا مقاصد للشريعة، وكأن الشريعة أمر محسوم لا نقاش فيه. وهي هاي الفكرة، أنه يشغلك بدل ما تظل تناقش بالشريعة يقول لك أكو مقاصد للشريعة. لاحظ، انتبه، يعني انت الان هسه احنا كانت مشكلتنا الشريعه، والان
قضيتنا المقاصد مال هذه الشريعة. تخيلوا الـ الـ يعني الطريقة العبقرية اللي يفكر بها رجال الدين، العبقرية طبعا السلبية أقصد. ثم لا كأنما الآن أيضا أضيف معلومة أنه أيضا أنت يتحدث عن هذه الشريعة وكأن هذه الشريعة يعني لا أحد كأنها كانت تطبق يعني طوال التاريخ، والآن يلا انتبهنا لنطلع مقاصد هذه الشريعة. وبعد ذلك عندما تطلع مقاصد يقول هي عبادة الله السويلة زين، وهي هاي الشريعة نفسها أيضا لم يتم تطبيقها طوال التاريخ حتى في زمن الرسول نفسه، إن وجدت في زمن الشريعة طبعا، هي الشريعة بعد ذلك تم ابتكارها، ما موجود شيء اسمه شريعة بالدين. حتى كلمة الشريعة ذكرت مرة واحدة في القرآن بطريقة مختلفة عن الطريقة التي استعملت لاحقا. أيضا الآن أتحدث عن وصل الموضوع، الفكرة الجوهرية من مقاصد الشريعة هي مصادرة على المطلوب. لهذا ماذا يحدث هنا وذكرتها بمقدمة الحلقة بالتساؤلات، ماذا يحدث هنا؟ هي تبدأ السؤال يبدأ عكس المطلوب تماما، يعني عكس أبسط أنواع التفكير المنطقي. فالصحيح مثلا أن تضع القصد ثم تضع بعد ذلك له الشريعة، بمعنى حتى والله أكثر أنك لا تشق طريق مثلا ثم تبحث بعد ذلك عن القصد منه. أنت لا تحفر نهر مثلا ولا تعرف لماذا تحفر هذا النهر، ربما تحفر هذا النهر في صحراء هو لا يوجد ماء، من أين يأتي الماء؟ فأنت قد وضعت الشريعة ثم بعد ذلك الآن تريد أن تبحث عن القصد منها. يعني هذا السؤال وجه علما إلى هاي المؤسسات العملاقة اللي مواردها بالمليارات سنويا، وكل هؤلاء العباقرة اللي بيها كل واحد يقول لك الأستاذ الدكتور الشيخ العلامة، طبعا يخلطون العبارات العلمانية مع العبارات الإسلامية والدينية، يصير دكتور وبروفيسور، هاي علمانية مقبولة هاي، ويحط باسمه يعني بالديباجة مالته، وصارت موديل يعني بالتقليعة. هذول كلهم ما يعرفون هذا المنطق البسيط، ليش ما حد يتحدث بهذا الموضوع؟ ليش؟ يعني هذا عار، أنا أعتبره فضيحة. الجواب معروف، وأن هؤلاء جميعا هاي المؤسسات كلها تعرف هاي الحقيقة، تعرف أنها هي مسألة لعبة، في لعبة يضحك على الناس واستغلالهم. هي مقاصد الشريعة شنو بالنهاية؟ هي مقاصد الشريعة استغلال الناس واستحمارهم واستخفالهم والبحث عن امتثالهم وطاعتهم، هي مقاصد الشريعة. شنو المقاصد هاك غير يعني أن تكون عبيد لله، معناته عبيد لرجال الله وكلاء الله، هي واضحة طبعا. وهذا الموضوع أنه مقاصد الشريعة، أنه هنالك شريعة، إحنا ناس كنا يعني في بطن الغيب ولدنا وجدنا أمامنا شريعة، والآن بدأنا نفكر ما هو المقاصد هاي الشريعة. ما هذا المسألة التقديم والتأخير وقلب القيم كما يسميها فريدريك نيتشه. فالموضوع أنه الآن هاي قلب المقاصد، يعني قلب أو يعني سير الأمور قلب رأس العلاقة. فأنت الآن وجدنا شريعة وتريد تضع المقاصد لها، وهذا الأمر ينطبق مو بس على الشريعة، على كل شيء في حياتنا. تجد هنالك دولة يوصل للحكم ويصير سياسي ومثل الإخوان وصلوا للحكم، وهاي خلاص يا با شنو قصدكم؟ لا هاي ما عندنا، هو قصد أن نستلم الحكم ونحكمهم، هي هاي. فأنت لا تعرف أنه كل شيء بالمقلوب لدينا في عالمنا العربي الإسلامي العظيم، الذي يحمل الجميع فيه على نعمة الإسلام، الذي يلقنه للناس يوميا صباح مساء علماء يدعون أنهم يعني فقهاء العلم والتعلم والجهابدة الفكر. هؤلاء يعني تجي على نجار، الآن سأروح على نجار إنسان بسيط وتعليمه أيضا بسيط، هذا النجار لا يمكن أن يضع مخطط في ذهنه، يعني مثلا لا يمكن أن يعني يبدأ بالعمل بدون مخطط. أول مرة يضع المخطط وبعد ذلك يضع القصد يعني والهدف، ثم بعد ذلك يبدأ بعمله ونفذه. فبعد أن ينتهي من يبدأ بعد ذلك يعني يفعل ما يعني ما يقصده وليس العكس، يعني مو يجد الخشب ويجيب الخشب وبعد ذلك يبحث عن 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 سبب وجود الكرسي، الكرسي جاء موجود مباشرة، فما
يعني كأنما النجار غير موجود. النجار يجي بس يوضح القصد مال هذا الكرسي، والله هذا الكرسي هذا راح اسميه كرسي، وهذا حتى واحد يقعد عليه يعني. فبالمقلوب الخلاصة الموضوع هو بأكمل محاولة لغسل العقول فقط، محاولة جديدة لإدامة غسل العقول، لأنه الأوراق بدأت تتكشف كلها. فالآن الحجة الأخيرة هي حجة شو يسمونها، هي مقاصد الشريعة، هي يعني هي بالحقيقة مصائد الشريعة أو طرائد الشريعة. والآن نقرأ من كتاب الموافقات للشاطبي، الإمام الشاطبي، هو هذا العبارة الرئيسية مالته: اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة الإسلامية وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي أولا الدين. طبعا الترتيب مهم هنا بالأصفر، أنا مأشر مكان الكتابة، هي الدين أولا، والنفس، ثم النسل، ثم المال، وأخيرا العقل، وعلمها عند الأمة كالضروري. ما أعرف شو يقصد بها الضبط هاي، بس بعدين نشرحها. هذه هي يقول النظرية الجامعة التي استخلصها الإمام بعد 8 قرون من الاجتهاد الفقهي في الشريعة الإسلامية بكلياتها وفروعها، قائلا إن هذه الكليات الخمس أو المقاصد الخمسة من الأمور التي لا يرقى إليها الشك، فليبحر الفقهاء مهما أبحروا، وليتكلم في أمور الشريعة من يتكلم، لكن الثابت على طول الدهر أن هدف الشريعة الأسمى ومقصدها الأنبل هو الحفاظ على هذه الكليات الخمس. الآن نأخذ نظرة تاريخية. المسألة كيف بدأت؟ بالقرن الثاني الهجري أسس الإمام الشافعي علم أصول الفقه. بعد ذلك انتظر العالم الإسلامي 6 قرون، ظهر الشاطبي وأسس علم المقاصد. طبعا أهمل الموضوع إلا بعد قبل عقود قليلة برزت فكرة المقاصد، ووضع لنا الشاطبي قواعد أصول الشريعة. الكتاب كما قلت أهمل زمن طويل مثل غيره. طبعا هو حتى تاريخ الطبري بمناسبة لمن لا يعرف تم إهماله، المستشرقين خلفوا عليهم وهم أجوا واكتشفوا، يعني بنهاية القرن 19 تقريبا قبل 150 سنة فقط. المهم الإمام الشافعي كان مالكي أيضا مثل الشاطبي، والإمام الشافعي بالقرن الثاني الهجري نشر هذا العلم الجديد، ويعني كانت فورة فكرية وعلمية إسلامية صاعدة في ذلك الوقت، أو بدأ تأسيس الإسلام في ذلك. الإسلام الحقيقي بدأ بالفترة العباسية بدعم من السلطات الحاكمة العباسية، وبدأت جميع العلوم تتحرك، وكان الهدف تأسيس أمة جديدة عربية، وتم التأكيد على اللغة العربية، وضعت قواعد اللغة العربية، وتم خلق شيء جديد تماما تقريبا على يعني على ركام أو آثار من سبق هذه الدولة من شعوب وحضارات. عندما أتى الشافعي، وهو ظهر في فترة الفقهاء منهم أبو حنيفة اللي توفي سنة 150 هجرية على ما أتذكر، هؤلاء بدأوا يشتغلون. كان الإسلام مجرد نصوص مقدسة يؤمن بها الناس، إيمان حر يعني غير مقيد ولا متكلف. هذا ماذا دعا الشافعي لأن يضع حدود واضحة للدين، وقال يجب أن يلتزم الجميع بهذه الحدود، وهذا مشروع جيد ذاك، لكن في وقته، لكن كما رأينا لاحقا أن أضراره فاقت كل التصور لاحقا. ماذا فعل الشافعي؟ خلط بين مدرستي الفقه الرئيسيتين، وهما مدرسة الرأي اللي مثلها أبو حنيفة، ومدرسة الحديث اللي كان على رئيسها الإمام مالك، كان مقيم في يثرب أو المدينة المنورة. وهاي المسألة كلها شرحها الشافعي في كتابين هما الرسالة والعم، ممكن تطلعون عليهم، أنا أعتقد من الضروري تطلعون على هذين الكتابين، يعني كتب أساسية. ماذا جرى بعد ذلك؟ أجل الإمام الشاطبي، يعني بعدما انهارت الحضارة الإسلامية العربية الإسلامية، وهي ماكو حضارة عربية إسلامية، أقصد مو المعنى الديني، الحضارة كأمة دمرها عندما ظهر الدين كما عند محاضرة أنه الدين لا يصلح حضارة. قلت بأن الدين عندما اشتد عوده بسبب حركة الشافعي وتطورت إلى أن وصلت إلى ما قدمه الإمام الغزالي، الدين في تلك اللحظة تمكن بأن
يتغلغل في كل مكان ويصبح دينا متمكنا. بعد ذلك ما استولى على كل أو دمر كل شيء آخر عدا، وفرض حضور على الجميع، لغة العلم، لغة الفلسفة، لغة الفكر، حتى الأدب دمر، ما يعني مثل حالتنا الآن تقريبا، هو الدين فقط، ماكو لا ثقافة ولا شيء، كل شيء ماكو. فالدين هو كل شيء، يرفض الفن، يرفض الموسيقى، يرفض المعمار، يرفض كل شيء، هو أنا فقط يعني لا شيء غيري. هذه أخذنا النظرة التاريخية على ما فعله الإمام الشاطبي. الآن السؤال، لماذا التركيز على المقاصد؟ أنا أشرت لهذا الموضوع، لكن راح أوسع الموضوع هذه المرة أكثر مما سبق. السؤال الأساسي اللي أطرحه في هذه المسألة، وهي لماذا هذا التوسع والتركيز على البحث في مقاصد الشريعة بدلا من البحث في طبيعة الحقوق والأولويات التي تضعها تلك الشريعة؟ يعني شريعة وضعت غير تقدم حقوق للناس، ما هي حقوق الناس؟ لا تجد كلمة حقوق على الإطلاق فيها، تجد كلمة واحدة حق الله، حقوق الله، لا توجد حقوق الإنسان، الإنسان عبد. هي هاي القضية المخيفة المرعبة. لهذا السبب عندما شفت إذا تراجعون بداية الفيديو عن كلام عدنان إبراهيم، هو تحدث عن مصالح ولم يتحدث عن حقوق، كل حديث عن مصالح. تخيلوا يعني الآن حقوق الإنسان، الإنسان غير موجود، فبالتالي ما معنى حقوق الإنسان؟ حق تعبير، ما معنى حق تعبير الإنسان؟ أنت عبد. أكو هناك مصالح، المصالح مو للأفراد، مصالح للأمة، لهؤلاء الذين يقودون الأمة، للدين، للأولويات كما رأينا في الشريعة، الأولوية للدين وليس للنفس. يعني النفس التي هي التي تؤمن بالدين الأولوية ليس لها، إنما للدين. يعني الدين هو القطيع، عندي تعريف واحد من التعريف إنه الدين هو يمثل القطيع، فالقطيع أهم من الفرد، والقطيع دائما يقدم قرابين، الأفراد هم مجرد قرابين للقطيع، والنساء هن يعني مصنع الإنتاج للقرابين التي يتم التضحية بها، المرأة هي التي تعولنا عن هاي القرابين الإنسانية. الإنسان يعني هو عبد، يعني يموت، هو مجاهد مؤمن يموت ويقتل في الجهاد، وبعد ذلك سيبعث يوم يبعثون، وسيحظى بحور عين، وبعد ذلك يعني لا تعرف، يعني قنعوا بهاي المسائل المساكين، وتلقى عمره كله من الطفولة إلى أن يموت ويصلي ويصوم وما يعرف شنو الموضوع، ويجاهد ويقاتل ويطلع لي بالتعليقات أنت الذي أنت ذا، يعني ما حافظ لك كم كلمة ويجي يتحدث معك. وهنا يتضح الأمر من خلال هذا السؤال، ما هي جدوى الدين وشريعة الدين؟ يعني هو عندما يتحدث عن المقاصد، ما هي جدوى هذه المقاصد؟ ما الغاية من هذا، من كل هاي الحفلة الضخمة التي استمرت بحقنا على مدى 1500 عام؟ طبعا لازم ننتبه على المحذوف في هذا السؤال، الذي لا من يسأل هذا السؤال؟ هو من يسأل سؤال عن مقاصد الشريعة؟ هل هذا الذي يسأل هو الإنسان أم يسأل الذي يسأل هو المؤمن؟ طبعا هناك فرق، قد يقول بعضنا أنه المسألة ما تفرق، لكن لا تفرق، لأن الدين وشريعته يتخص المؤمنين. هنا تتضح القضية التي يحاول هؤلاء تجيرها بطريقة تحرف الموضوع تماما عن أي حق من حقوق الإنسان، سواء الإنسان المؤمن أو غير المؤمن، وهي يتضح الأمر تماما بأن هذا الدين ومقاصد الدين وشريعته تخص المؤمنين فقط، وفيها جانب يخص غير المؤمنين، فلا يستوي أحدهما مع الآخر، لأن ماكو حقوق إنسان، إنسان لا وجود له، أكو حقوق المؤمنين أو حتى حقوق المؤمنين ماكو، لا هي حقوق يعني الدين، حق الدين هو الأول الأساسي، فبالتالي لا يوجد تساوي بين المؤمن وغير المؤمن. لهذا تجد أنه بالدين هنالك أحكام خاصة، وهذه الأحكام تقوم على مقاصد، لاحظ كلمة مقاصد، مقاصد تغفر حقوق الآخرين وتخفي حق المساواة والتساوي في الحقوق والواجبات بين الجميع، كما هو جاري حاليا في جميع بلدان العالم. ثم هنالك إذا مضينا شوية أبعد بالتحليل، وقال السيد عدنان، الشيخ عدنان، وهو نموذج للسائد،
يعني هو ما قال شيء من جيبه، هو قال شيء سائد. إذا قلنا مثلا مقصد، ما هي مقصد الصلاة مثلا أو مقصد الجهاد أو الصوم، فهذا المقصد هو يقول أنه مقصد هو الشريعة، أنه مقصد أنه تطبيق الشريعة. وبالحقيقة من قال أنه تطبيق الشريعة؟ ربما ليس لتطبيق الشريعة، ربما هذا المقصد هو لتلبية حاجات النبي في زمنه، أو تلبية حاجات الحاكم، أو تلبية حاجات رجل الدين. كيف لنا أن نعرف أن المقاصد هي مقاصد الشريعة؟ ما هو المعيار الذي يحدد أو يفصل بين المقصد الشريعة كما وجدت في القرآن مثلا، ومقصد الذي يطبق هذه الشريعة؟ كيف نعرف؟ ثم ما هو مقصد المؤمن من هذا أصلا؟ يعني أنا مثلا مؤمن، أنا يقول لي هذه الشريعة وهذا المقصد، المقاصد الشريعة أنه تصلي وتصوم وتجاهد وتدفع الغالي والنفيس من أجل هذا الموضوع. ما هو مردود الخاص بي؟ يعني أنا عندما أخدم الدولة مثلا في العصر الحديث، فأنا الدولة تضمن لي حقوق، فما هي الحقوق التي حقوق عينية؟ يعني مثلا تمنحني حق السكن، تعطيني مبلغ مالي، مثلا أدي ضمان صحي، مثلا ممكن أحصل عقارات، ممكن أحصل أشياء. يعني فماذا تعطيني الشريعة؟ ما هو الجانب الذي تضمن فيه حقوق الناس الشريعة؟ أينه؟ ما هي؟ يقولون هي بها مقاصد، أين هي المقاصد؟ هل هي مقاصد فقط أن تصلي وتصوم بدون مقابل؟ بدون أي مقابل؟ ثم ما هي مقاصد الشريعة من الناس الفقراء؟ هاي الشريعة موجودة، غير ما الهدف؟ هنالك فقراء، هنالك مرضى، هنالك جهلة، أين هي المقاصد هما؟ ما هي؟ هذا أسئلة يجب أن تطرح، لكن لا أحد يطرحها. المقاصد دائما هي واضحة، هي لعبة يفترون عليها ويأخذون شهادات أكاديمية عليها، وتلقى الدكتور الفلاني ابن الفلاني، وهاي خلاص الخلاصة. المقاصد هدفها لا يتعلق بالإنسان ولا بحقوقه، وهذا أصلا يعني مو شيء جديد، وهذا اللي أسس عليه الفقهاء علومهم عبر آلاف السنين. فهي هاي يعني تتعلق بس بمصالحهم، مصالح هذا الدين اللي هم يمثلونه، أما كل ما تبقى يعني يسمونه يعني الأولويات، الأولوية للدين، بقية كله نخلي للخلف، مو مشكلة. المفارقة وين وصلت؟ وصلت خاصة عند الطاهر بن عاشور، هذا اللي يعني فكرة المقاصد يعني أفاض وصال وجال فيها، وهي القضية بأكملها مجرد محاولة، يعني هي تبيح له لأن يتجاوز موضوع الحقوق ويغفل عنها، وتجدهم كلهم يتحدثون لك عن المقاصد. ووصلوا إلى حد أن مقاصد الشريعة هي بأكملها إحنا ممكن نشتق منها حقوق الإنسان. مثلا ماذا يقولون؟ يقولون مثلا مقصد الدين هو مقدم على النفس. لماذا؟ لأننا نضحي بالنفس من أجل على حرية العقيدة، تخيلوا، مو حرية التعبير، حرية العقيدة. بينما يقصد الشاطبي يعني بالحقيقة الدفاع عن الدين، يعني أي عقيدة محددة سلفا، ولا حرية في الأمر. هم ماذا يقولون؟ يغيرون الموضوع، الدول المعاصرين من طاهر بن عاشور وجماعته، وأيضا التلاميذ وهم بالعشرات، جامعات صارت، جامعات وأقسام، ويعني كلية الشريعة منفصلة طبعا، حتى صارت مو أصول فقه، صارت قسم خاص الواحدة مقاصد الشريعة. ورغم أنه المقاصد هي مستنبطة من أصول الفقه نفس، على كل حال فهو شو يسوي؟ يقول لك مقصد الدين مقدم على النفس. ليش؟ لأننا نضحي بالنفس من أجل حرية العقيدة. لاحظوا حرية العقيدة، الشاطبي أصلا هو الرجل يعني قال هو الدفاع عن العقيدة هو يعني هو مسألة إجبارية، يعني فريضة، مو مسألة، مو حرية. يجون دول يقول لك لا، هذا دفاع عن حرية العقيدة. طبعا هذا دجل واضح وخلط يمرر على الجهلة، ويمرر حتى اللي يدرك هاي المسألة لا يستطيع أن يعبر عنها، ولا من يتحدث عن هذا الشيء، ولا شنعوا وقطعوا رزقه. والسبب لماذا؟ يعني حتى نعرف السبب، كما أكو أعتقد هاي ذكرها أحد المفكرين أو الأساتذة، اسمه الصياد، نسيت اسمه الأول، موقع أعتقد موقع العلمانيين المصريين أعتقد،
فذكرها بهاي الموضوع وناقش هذا الموضوع باستفاضة لمن يريد المزيد يعني. فقال بأنه وللاستزادة هاي الحقوق والد الشاطبي كلها مرتبة عمودين يعني، هي تنسخ بعضها يعني، هو الدين يجي بعد النفس وغيرها، فعمودية يعني مو مسألة أفقية حتى تقول أنه مثلا أكو توازي بالشروط، لا هذه مسألة مختلفة تماما ويراد لها الشرح فيما بعد إذا صارت فرصة أشرحها. وإذا من نجي عليها يعني حتى أقول حتى أختصرها بقول حقوق الإنسان مثلا عندما تجي عليها الآن المعاصرة تجد حقوق أفقية ما يعني لا تتداخل مع بعضها ولا تتعاشق، إنما كل حق هو موجود بالتساوي مع الحقوق الأخرى. لكن حقوق أو ما يتسمى الذي المقاصد هي الدين أولا، وهذا الدين تحته بالدرجة الأسفل بالأهمية تأتي كل الحقوق الأخرى. فبالتالي الدين ورجال الدين هم الأولوية لهم، وكل ما بقى تبقى هو خس ولا قيمة له، وممكن التضحية به قرابين يعني. وهذا الشيء يعبر عن انه هاي الحقوق الإنسان هي حقوق ممكن تجاوز عليها، هي اللي هي أصلا طبيعية يعني. الإنسان يأكل ويشرب ويعيش ويسكن ويعمل ويفكر ويحيا وعنده حقوق، لكن لا حقوق الإنسان هي اللي هي طبيعية يعني. إنسان يعني لا يمكن أن تسلبني حقي في العمل والسكن والمساواة مع الآخرين، لا ما دام لا تؤمن بقدر إذا أنت طبق عليك حد الردة، إذا لا تصلي لازم تقتل تستتاب ولا تقتل، أو تستتاب ثم تقتل على طريقة الشعراوي اللي فرحان بها يعني. أكو ناس يقول يستتاب ثم يقتل، وكأنما فت شيء بسيط ودول يصفقون داير مدايرة. ولمناقشة الموضوع أنه المقاصد الشريعة يتحدث بعد ذلك عن العقل والنسل والمال، يحطهم كلهم بمرتبة واحدة تقريبا. وبالمفارقة تحدثت عن موضوع العقل بالأد الدين كثيرا. المقصود بالعقل هو يعني أن ينظر الإنسان بطريقة عقلانية يعني، مو طريقة مجنونة، مو المقصود بها العقل الريزن يعني العقل المفكر الذي يعقل الأشياء ويفكر بطريقة الشك وبالمناهج الحديثة أو على الأقل بالطريقة الديكارتية يعني العقلانية الديكارتية، لا هو مجرد عاقل يعني يرى ويسمع ويحفظ الصلاة ويؤدي الفرائض، هذا عاقل هو هذا، أو يسمع الشيخ ويطيعه ويفهم ما يقول له، أن يفهم الأوامر التي توجه له أو التوجيهات أو الفرائض أو يسمع التعليمات الدينية، هذا هو هذا العاقل. هذا أكثر من هذا ما أريد من عنده يعني. هو هاي فكرة العاقل بالكامل عند المسلمين أو الأئمة الفقهاء المسلمين. طبعا الموضوع المقاصد اشتغل عليه المفكر حسن حنفي الله يرحمه لفترة طويلة جدا، وأيضا تحدث عن موضوع المصالح والحقوق وفرق بين المصالح والحقوق، وكأنما يدعو بأنه مسألة يعني المصالح من يحددها، لم يحدد لنا من يعني، يقول لا هي مو مسألة حقوق مسألة مصالح، وفق بين المسألتين. أختم بمقولة حسن حنفي وبعد ذلك هي تخضع للنقاش لاحقا، أتركها لكم ممكن تطلعون أو توقفون الفيديو وتقرؤون هذا النص اللي هو مختصر بكلامه. قال بأنه لا يوجد تعارض بين المبادئ السياسة الشرعية الخمسة وبين القانون المدني، يعني ما السياسة الشرعية الخمسة اللي يقصد بها الأولويات الخمس مال الشاطبي. قال أن الحفاظ على الحياة يعادل حق الإنسان في الحياة في حقوق الإنسان، الحفاظ على العقل يعادل حق التعليم، وهكذا بقية الحقوق أو ما يسميه حقوق. ولكنه المشكلة أنه يعني هو يريد يسوي علمنا للمصالح وليس علمنا للحقوق، يعني هو مصالح العباد، لكن مصالح الأفراد لا تجد هذه الكلمة في مقاصد الشريعة. آسف على الإطالة، وأتمنى قدمت لكم مادة أنا أعتقد هذه المادة غنية وكثيرة بالتفاصيل، وممكن أن أسس عليها بجانب يعني بحثي تشغل يعني ممكن أن تكون باكورة بحوث كثيرة متنوعة، أنا بمجرد قدمت مختطفات وأفكار عامة
وبعضها أخذتها من بعض يعني لا تعود لي، خاصة الجزء الأخير من الفيديو. لكن بالبداية أتمنى أن يتشعب هذا الموضوع، لأنه يمس كثير أو تقريبا كل شيء في حياتنا. أسف على الإطالة، وإلى لقاء قريب، مع السلامة. سننهي الحلقة بعدد من أقوال الشيوخ ومن بينهم الشيخ القرضاوي حول موضوع مقاصد الشريعة. عليه أمرا آخر، لابد أن يكون بينهما علة مشتركة. العلة العلماء يقولون هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم، شيء يمكن يعني يكون ظاهر واضح ويمكن ضبطه، لا يكون أمر مايع أو سايب أو رجراج، ويكون مناسب للحكم. حتى نعطي أمثلة أكثر للمشاهدين، كما مثلا هي العلة في حد الزنا هو فعل الزنا، لكن الحكمة هي تفادي اختلاط الأنساب. هذه يعني الحكمة، ولكنها حكمة قاصرة. يعني البعض يقول الشرع منع من الزنا لأجل اختلاط، لا، هو الشرع ما لم يقل هذا من تفكير الناس، ولكن هذه لا تشمل كل الأحوال. لأن لو كان اختلاط، طيب لو واحد يعني زنى بامرأة حبلة ما فيش أنساب، أو امرأة عقيم فات سن اليأس ولم يعد، أو عمل يعني واقي من الحمل، أو هل يجوز هذا؟ لا، هذه وذلك هذا التعليل بالحكمة هنا أو بالعلة قاصرة. من الأشياء الخطرة أن يعلل الناس الأحكام بعلل قاصرة أو بحكم قاصرة. سنأخذ إذا ذكرنا العلة أو الحكمة يجب أن تكون يعني شاملة لكل الحالات. لأن البعض مثلا يذكر في قضية الزنا دي عملية اختلاط أنساب، وهذه لا تشمل كل حالات الزنا، فهناك أكثر من حكمة في الحقيقة. أيضا مثلا يذكر في قضية الربا استغلال الأغنياء للفقراء، وليس كل حالات الربا فيها استغلال الأغنياء، أحيانا الفقير يحط ماله علشان يعني يستثمره بالربا. فلا بد أن نعمل على أن تكون العلة يعني جامعة ومانعة. وكان الداعي إليها صديقنا الشيخ زكي يماني، أحمد زكي يماني، لأنه يريد تأسيس مركز لدراسات مقاصد الشريعة. واجتمعنا الحقيقة أكثر من 20 عالما من مختلف البلاد العربية والإسلامية، وقدمتني ورقة حول العلاقة بين النصوص والمقاصد، لأن هناك فئات من الناس تحاول أن تجعل يعني حربا بين النص الجزئي والمقصد الكلي. ولذلك أنا ذكرت في هذه القضية في العلاقات، هل النصوص الجزئية نهملها ولا نرعاها؟ هل نحارب بها المقاصد أو المقاصد نحارب بها النصوص؟ هل هذا؟ أو نفهم النصوص الجزئية في ضوء المقاصد الكلية؟ هذا هو البحث. ذكرت أن في هذه القضية مدارس ثلاثة، هذه المدارس، مدرسة الأولى سميتها مدرسة الظاهرية الجدد، التي تفهم النص بمعزل عن مقصده، لا علاقة لها بالمقصد، تنظر إلى الظاهر، المدرسة الحرفية. الشريعة لها تعريفات كثيرة عند العلماء، نقتصر على بعضها. عرفها ابن الأثير بقوله: ما سنه الله لعباده من الدين وافترضه عليهم. وعرفها التهانوي: هي الائتمار والالتزام بالعبودية. وعرفها بعضهم فقال، أو ابن قتادة صاحب التفسير: هي الحدود والفرائض والأوامر والنواهي. هذه التعريف تعريفات كلها قريبة من بعضها جدا، ممكن أن نلخصها بالقول: هي الطريق المستقيم الذي ارتضاه الله لعباده، ومورد الأحكام المنظمة له. الآن نأتي إلى الثاني، مقاصد الشريعة باعتبارها علما على علم. قبل الإمام الغزالي لا يوجد من العلماء من عرفها تعريفا اصطلاحيا، مقاصد الشريعة. لكننا لو بحثنا في تفاصيل كتب الفقه والأصول لوجدنا أن هناك عددا من العلماء قد استعمل هذا اللفظ بمعناها الاصطلاحي الذي نقصده اليوم، أو الذي كان يقصده الشاطبي. الذي أحدثه إمام الحرمين في مقاصد الشريعة هو أنه صاحب البداية التنظيرية لهذا العلم، لكن في إطار أصول الفقه. صاحب البداية التنظيرية لهذا العلم، أي بدأ في إرساء أفكار هذا العلم داخل أصول الفقه، ويمكن وضعها على خمسة أصول. ثم ليس هذا فقط، فهو أيضا أول من أشار إلى الكليات الخمس عندما تحدث عن هذه الأصول التي وضعها، ثم قال: والدماء معصومة بالقصاص، والفروج معصومة بالحدود، والمال معصوم من السرقة بالقطع.